يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا شاب جئت من خارج المملكة وأسكن في قرية. يقول أنا شاب جئت من خارج المملكة وأسكن في قرية وأمام مسجدها مقبرة، وليس هناك مسجد آخر إلا في قرية أخرى. إذا كانت المقبرة مفصولة عن المسجد بفضاء، أرض فضاء أو طريق، فلا مانع من ذلك. إنما الممنوع إذا كانت المقبرة أو القبر ملتصقاً بالمسجد. افهموا الفرق بين هذا وهذا. وإلا فكل البلاد أغلبها فيها مقابر قريبة من القبور، لكنها مفصولة. نعم.